نائبه عن جهه سوس مسا اليوم في اطار الديناميات اللي شهدها الحزب من خلال مجموعه من اللقاءات اللي ديال المنتخب والتجمعين في جميع الجهات. جا اليوم تتويج هذه اللقاءات وكينعقد هذا اليوم هذا اللقاء في مدينه اكادير. كنتظروا السيد الرئيس ديال الحزب العزيز اخنوش في اطار ديال استمرار هذه الديناميه، يعني يعني قدم التوصيات ديالو بالنسبه للمنتخبون من اجل ديمومه وسيروره ديال هذه الديناميه اللي في هذه الفتره المتبقيه من الولايه الانتخابيه. شكرا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.